السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان مبارك سعيد، الله يدخلو علينا وعليكم الصحة والسلامة. بغيت نوريكم هذا الموديل، خيطت لواحد الكليانة ديالي تلبسو بالهنا ان شاء الله. هاد توب كريب صالة مخزانية وميم طون ايفازي، بغاتو كلوش من التحت، واخا خدا لها شوية ديال التوب ما كان هذا لو شوا ديالها. درنا ليها الطرز فليمونش، بغاتهم بلاستيك ما بغات تزفيفه. قيس معاه ايطاب باغ ايطاب، تختار بالضبط داكشي اللي بغات. دارت الطرزه في الصدر، دارتو بالصم. هنا جلايل بغات واحد الطرزه وشوشه ومنطم، دخلنا فيه شويه الحقيق. الجهه الثانيه ديال الجلايم دخلنا الزمرد والحجر. هنا خدمه المعلم، ترسام رقيق، العقاد، مسطوق. درنا الحرير والصم، خدمنا بيه بجوج. جات غزالة تبارك الله ما شاء الله. كما كتشوفوا معايا هنا اللبسة ملبوسة باش تبان اكثر، بانو لي ديتاي ديالها. بلاستيك كيف قلت لكم في ليمونش، طرز في ليمونش، كيف كتشوفوا مخزانيه او ميم طون كلوش، جلايل كما كتشوفوا طرزه عاطيه الغابيل في الطرز اللي الفوق وفي ليمونش. صحتها وبراحتها تلبسها بهنا ان شاء الله. ونخليكم مع الفيديو وفرجة ممتعة.